وجديد الشكر بحلويات لاغوزا أبيسة تقليدية لملوك وهران نقافة زهير كذلك صالون ريتاج كونويل. مشاهدينا الكرام الحلقة تاع اليوم خليني نقول مفعمة بالطاقات الشبابية والإبداعات الشبابية اللي راهي تبرز على الساحة الجزائرية والعالمية والعربية. لماذا نستضيف ويسرني أن أستضيف ربما وجه جديد يبرز على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، سارة علواش ممثلة مسرحية كذلك ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا اليوتيوب والإنستغرام، شاركت في برنامج مصري سوشيال ببلا حدود، حيث أن هذا البرنامج أحد أعضاء لجنة تحكيمه الفنانة الرائعة والجميلة سهيلة بن شهاب. صحة عيدك سارة. صحة عيدك الأخت ويسام. صحة عيدكم كاع الناس اللي تتبع قناة الباهية. نتمنى تكونوا فوتوا رمضان مليح وما عياكمش تاني. أكيد صار يعني هو رمضان يعني خلينا نقول إن شاء الله يتقبل من ربي صالح الأعمال. جت مناسبة العيد هذه المناسبة الرائعة اللي نتلموا فيها سواء العائلات أو المواهب. أنا كان لي الشرف أني اليوم استضفت يعني العديد من المواهب. من بين المواهب اللي استضفتها سارة علواش. خليني نقول سارة أنت ممثلة مسرحية، وين تظهر عندك الحس المسرحي أو الإبداع المسرحي؟ بون ملي كنت صغيرة كنت نبغي قاع حد صورات على الفن وتاع الآخر، مي كي زدت كبرت زدت تعلقت بزاف بهذا الفن بزاف. خليني نقول لك شكون أول واحد اكتشفت بلي عندك ميل ربما؟ لافامي تاعي العائلة. جميل جدا. شجعتك العائلة ربما الولوج هذا العالم على المسرح تمثيل؟ مع كل احتراماتي لماما تاعي راهي قدامي في الديبي ما كانتش مساندتني، مي ابخي وليت نقنعها وليت نقولها فوالا كيفاش كيفاش، ابخي وليت نقتنع بالموهبه اللي عندي وفوالا الحمد لله متفتحه. خلينا نقولوا يعني باش نهضروا حقيقه انه الامهات والاباء في الاول يخافوا على اولادهم انه تمثيل ومسرح وبنت وعادات وتقاليد وهضره الناس، يعني هذه احنا محصورين فيها كعوائل جزائريه محصورين فيها، ولكن الجميل في الامر انه تعطيك شويه انه مساحه تتحركي فيها ربما تبرزي وجودك تقتنع بيك. صار من المسرح انتقلتي لمواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نقولوا انه مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين دائما نقولوها، ولكن اصبحت متنفس يعبر فيه الشباب عما يختلج في صدره. هل كانت مواقع التواصل الاجتماعي السلاح اللي قدر انه يبرز صار اكثر؟ بزاف. شنو هو الموقع الاقرب الى قلبك؟ انستغرام. شحال عدد المتابعين عندك؟ عندي 44K. يعني رقم لا يستهان به. زعما بوغ موا وحده في البدايه تاعها افيك بليزير عندها كاع هذا العدد ونوجه لهم تحيه. تحيه لكل لي فانس تاعك. 44,000 متابع ومتابعه ماشي سهل اني نجمعهم. يعني رقم خيالي ماشي سهل اني نجمعهم بين الليل وضحاها الا اذا كانت الاعمال تستحق. نوعيه الاعمال اللي تعرضيها على الانستغرام؟ ندير فيديوهات تحفيزيه جوغ ما نبغيش ندير كوميديا، ماشي نقول بلي انا ما نحبش كوميديا نو، جوغ نلقى راحتي بزاف في الموتيفاسيون سي بوغ سا نبغي نقدم. كي نقدم فيديو المشاهد كي يشوف الفيديو هذا جوغ يقتنع ويكون عنده ميساج، ماشي غير يضحك وهكا ابخي نو، نبغي كي يشوف يكون كاين يقتنع. سؤال مطروح انه كيفاش مراهقه بعمر 18 سنه، اغلب المراهقين ماشي الكل يعيشوا اضطرابات نفسيه، انزواء، العزله، ما يكونش عارف ذاته، كيفاش قدرتي انت في هذا السن الحساس انك تاثري في الناس كبار وصغار ايجابا؟ يعني الحقيقه كما يقول لك انا نعرف بروحي باسكو شابه صغيره بصح عندي عقل تاع عجوز. كيف فهمتني؟ كي شغل حاجه قبل ما ترى راني نخمم نديرها ألف حساب سي بوغ سا في المراهقه تاعي ما صراليش اشياء سلبيه. بصح انت كي تقولي لي مراهقه بتفكير وحده كبيره، مين استلهمتي هذه الطاقه؟ مين استلهمتي هذه الثقه بالنفس؟ من الناس الكبار. من يعني تحتكي ربما بالكبار. جميل جدا. المتابعين تاعك كبار في السن صغار؟ كاع الاعمار. كاع الاعمار. انه طفله مراهقه تاثر في اعمار كبيره وايجابا وعندها اكثر من 44,000 متابع يعني شيء جميل جدا.
هذا يبقى بين قوسين رسالة طبعا لكل المراهقين، لكل الشباب اللي يتعرضوا لضغوطات نفسية. خليني نقول انه شيء طبيعي انك في مرحلة من مراحل عمرك تتعرض لبعض الضغوطات، ولكن تقدر هذه الضغوطات تستعملها يعني مصدر قوة ونقطة قوة باش تلهم بها ربما ناس كبار عليك. سارة، سؤال مطروح، وين بغيت توصلي بعد مدة معينة؟ على هل تبقي فقط وفية لمواقع التواصل الاجتماعي؟ ما عندكش أحلام ربما أخرى أكبر؟ سير، راني حابة ندخل في السينما باش نولي مشهورة، مش غير في الجزائر، العالم العربي كومبلي. إن شاء الله يا ربي توقلي هذه الطاقة الإيجابية وهذا الجمال والابتسامة الرائعة، وتمثلي الجزائر أحسن حلة قبائلية جميلة. يعني خليني نقول لها صحة عيد القبائل، صحة عيد ربما كل عناصر الأطياف وعلى اختلاف مشاربهم في الجزائر في الوطن العربي. تحية ليهم، شوفوا عاداتنا تقاليدنا، شوفوا جمال ألبسة تاعنا، جمال ثقافاتنا. تحية ليك سارة وشكرا جزيلا يعني على هذا اللقاء الرائع. غادي نستمتعوا ونشوفوك في فيديوهات باش يتعرفوا عليك مشاهدين اكثر من خلال هذا الفيديو. نلتقي بعد هذا الفيديو وبعد هذا الفاصل، ابقوا اوفياء. مشاهدينا الكرام، مشاهدتنا الفضلية، شفنا هذا الفيديو الرائع من يعني شابة جزائرية تنقل ربما رسائل سامية للمجتمع، لإصلاح المجتمع، لتحريك ربما المشاعر الإيجابية في المجتمع. صار يعني فيديوهات راقية ومواضيع مهمة جدا، ربما أكثر فيديوهات اللي ناقشتي فيها طابوهات ولا مظاهر اجتماعية حابة أنها توصل فكرة للمجتمع الجزائري. التفكير تاع المجتمع راني حابة نبدله، مانيش جوغ نقول لكم نجم كاع للتغيير، مي على الأقل واحد في البلاد ينجم يبدل شوية في أبتدية، فهمتني؟ ربما صار كلمة توجيها للفانز تاعك، محبيك، ربما توعديهم بجديدك. يا تبعوني كاع كيما راكم حاجيين. يعني ربما روح اليوتيوبرز راهي هنا، أكيد. روح المرح هي اللي تجبد المشاهدين، تجبد خصوصا الشبيبه تاعنا. رساله حابه توجيها ربما في ظل ما يعيشه الوطن من حراك؟ حبيت نوجه لكم رساله، كبير وصغير، كاع راجل ونساء كاع كيما راكم، قبل ما راكم باغيين تبدلوا بلاد بدلوا نفوسكم. انا ثاني نبدل نفسي باش نجم نبدل المجتمع. وفوالا، هذا هو الفيديو الجديد تاعي، وان شاء الله ينال اعجابكم وان شاء الله تستفادوا منه. يعني تهضر على الوطن ومتأثرة سارة. أكيد الوطن تاعنا غالي والشباب تاعنا الطامح إلى التغيير، نتمنى أنه نبقاو حافظين على السلمية تاعنا، نبقاو حافظين على جمال مظاهراتنا وجمال الرغبة تاعنا في التغيير. لأن صدقا 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 ضربنا المثل لشعوب العالم بأنه الشعب الجزائري ماشي شعب عنف، ماشي شعب يطلب التغيير بالحرق والتدمير. بالعكس، احنا استفدنا من تجارب تاعنا قبل واستفدنا من تجارب الشعوب الأخرى. تحية هذا الشعب العظيم، الشعب الجزائري، عيد مبارك كاع عليكم. صار كلمة توجيها للفانز تاعك، المتابعين تاعك، سر النجاح تاعك. بون، سر النجاح هو ثقتهم فيا، وكل يوم يعني نقدر نقول لك ما كانش واحد رسل لي ميساج زعما يسبني فيه ولا انتقاد، كلهم ايجابيين. هذا شرف لي الحمد لله. يعني هذه اول يوتيوبرز تقول لك ما عنديش النقد، جميل جدا، عندك قبول عند لي فانز تاعك. نتمنى لك المزيد من النجاح، نتمنى نتلاقوا في لقاءات اخرى، ابداعات اخرى ان شاء الله، وتوصلي للعالميه كما كنت تتمنى ان شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام، مع هذا الجمال، مع هذا التحفيز، مع هذه الروح الجميله، هذا المثال الشبابي الرائع سارة علواش، ننتقل بكم الى ابداع اخر وفن اخر، ولكن هذا اليوم.
زين نهار يوم.